السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة أبدأ واستمتع مع فيديو جديد ياريت يعجبكم. النهاردة هنتكلم على الواتساب. الواتساب من البرامج المنتشرة جدا وكل الناس دلوقتي بتستخدمها بشكل يومي وعلى مدار اليوم لفترات طويلة. طبعا هنا بتجيلنا حاجات كتيرة جدا على الواتساب، وفي حاجات ربما تكون مهمة بتتوه مني، أو ربما يكون عندي جروب مهم جدا للعمل عايز أرجع له في أي وقت، اقدر بسهوله جدا ارجع للحاجه المهمه او ان انا اعمل لها شورت كات عندي على السكرين بتاعه الشاشه، عن طريق ان انا بخش هنا في القائمه وبفتح، وبعدين بخش تحت خالص حاجه اسمها مور. جوه مور هلاقي حاجه اسمها اد شورت كات. هنا انا عملت شورت كات للجروب دوت. لما اخش ان هو على الجهاز هلاقي اهوت قدامنا الجروب اتعمل على الديسكتوب او على السكرين، اقدر اخش له بسهوله دايركت بدون ما اخش على الصفحه الكبيره الزحمه اللي عندي فيها الواتساب. وبكده انا سهلت على نفسي بالنسبه للجروبات المهمه، اقدر اعمل لها شورت كات عندي على السكرين خارج الشاشه خالص بره الواتساب، واقدر اخش عليها بشكل مباشر في نفس الوقت ما تروحش من اي حاجه مهمه بتتقال على الجروب.